ننتقل معكم إلى فقرة أخرى والفقرة الرياضية، وتعتبر السباحة أحد أنواع الرياضة المائية، وهي عبارة عن نشاط يمارسه أشخاص ذوي خبرة وتدريب لغايات التسلية والترفيه أو للمشاركة في السباقات العالمية والأولمبية. عن أهمية هذه الرياضة يسعدنا نرحب معكم مشاهدينا بالأستاذ محمود أحمد عبد المنعم، مدرب سباحة بنادي شارقة، وكذلك اللاعب أحمد أيمن نيازي، لاعب بفريق نادي شارقة فئة العموم. يسعد صباحكم، يعطيكم العافية. الله يسعد صباحكم. حياكم الله. شرفنا بوجودنا. الله يسلمك ويعافيك. في البداية أستاذ محمود، لو تخبرنا وتخبر المشاهدين عن أهمية رياضة السباحة بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكركم لاستضافتنا في برنامجكم الجميل. أهمية السباحة، هنتكلم عن أهمية السباحة، ليها أهمية صحية، أهمية نفسية، أهمية بدنية وحركية. هنتكلم مثلا عن أهمية السباحة من ناحية السباحة بتبني العضلات وبتقوي عضلات الجسم. السباحة بتحسن من أداء الدورة الدموية، بتحسن من أداء الرئتين، بتخفض نسبة الكوليسترول في الدم. من نواحي النفسية مثلا السباحة بتساعد على الاسترخاء، بتحسن الحالة المزاجية، بتقلل الضغوط النفسية، بتقوي عضلة القلب. تاني حاجة طبعا أهمية السباحة، من أهمية السباحة إن السباحة بتساعد الواحد لو هو في موقف مثلا أو كده إن هو ينقذ نفسه، وحتى بتديله شخصية، لأن الواحد لما بيكون بيعرف يعوم، وحتى لو مش سباح يعني لكن بيعرف يعوم، بتديله شخصية، بيبقى شكله جميل وهو بيسبح بصورة جميلة، وبيقطع مسافات السباحة بصورة جميلة. فطبعا هي مهمة من جميع النواحي زي ما قلنا، صحية وبدنية وحركية ونفسية. جميل. أحمد، بسألك عن بداياتك أنت في السباحة، ليش اخترت رياضة السباحة عشان تكون أحد أبطالها؟ هو صراحة بابايا اللي اختارها لي، الحمد لله بابايا عنده وعي كبير بموضوع الرياضة من وأنا صغير، لأن أنا بدأت الرياضة عموما من وأنا عندي 3 سنين ونص. مش بدأتها في الجمباز، بعد كده وأنا عندي 8 أو 9 سنين دخلت السباحة. استمريت في السباحة لحد ما وصلت للفريق الكبير، لحد ما انا معاكم النهارده. بما ان احمد تكلم عن الفريق والبطولات والسباقات، اكيد لهذه اللعبه استاذ محمود شروط، نتكلم شوي عن اهم هذه الشروط. بالنسبه لشروط يعني فريق السباحه، او ان واحد يبقى عضو من اعضاء فريق السباحه، نعم، اهم حاجه ان هو يبقى حابب وعنده الهدف وعنده القدره ان هو يستمر. حلو. في نفس الوقت احنا مثلا لما بنيجي نختار سباح، في عوامل بنختار على اساسها، هي عوامل مقاييس اطراف الجسم، زي مثلا طول الذراع، طول الكف، طول الساق، ومثلا حجم القدم، وطول الجذع مثلا. فالعوامل دي احنا بنختار على اساسها، لكن اهم حاجه ان هو يكون حابب. حلو. ان هو يستمر في رياضه زي رياضه السباحه. نعم. أحمد، خبرنا عن التدريبات اللي تقومون بها قبل المشاركة في البطولات. ما شاء الله، طبعا بنتكلم عن بطولاتك، بس أنا بعرف أنواع التدريبات اللي تقومون بها. هو عموما كسباحة عندنا مثلا مرحلة بنبدأ نعلي فيها التحمل أو نعلي فيها القدرة البدنية الأول، بنكون راجعين من بطولة أو راجعين من مرحلة فيها راحة أو كده، بعد كده بنبدأ نخش مرحلة بتاعت السرعات والتحمل، بعد كده بنيجي قبل البطولة بنقوم رايحين منزلين الحمل تاني عشان نقلل الحمل على الاكتاف خالص، بس لحد ما بنوصل ليوم البطوله بيبقى المفروض السباح خلاص عنده يعني العضلات بتاعته مرتاحه، بحيث ان هو اول لما ينزل السباق يبقى فيه زي طاقه انفجاريه او يقدر يؤدي في السباق. تمام. لو تحب تضيف استاذ محمود عن التدريبات الخاصه برياضات السباحين. هو زي ما قال احمد طبعا، بس هي التدريبات، بس هضيف جزء بسيط. التدريبات طبعا اي رياضه عامه بيبقى فيها جزء بدني وجزء حركي، وبيبقى فيها طبعا تاكتكس، بس احنا السباحه طبعا ما فيهاش تاكتكس لان هي لعبه فرديه. فطبعا الجزء البدني هو في الاول بيبقى زي ما قال احمد فتره الاعداد، بيبقى فيه جزء بدني وبيبقى فيها تركيز على تنميه الجانب البدني. بجانب السباحه بيبقى فيه مثلا تدريب احمال او اثقال، تدريبات بدنيه، تدريبات سويدي وهكذا. في فتره بعد كده في فترة المنافسات،
اللي هو بيزيد الحمل زي ما قال احمد، وبعد كده بيبقى فيه فتره التابرنج او التهدئه علشان السباقات، وزي ما قال احمد يعني بتحاول توصل بالمنحنى بتاع السباح او السباحين لاعلى حاجه علشان ينزل السباق يقدر او اعلى انتنستي او شده علشان يقدر يحصل على ميداليات او جوائز في البطولات اللي شارك فيها. نعم، ما انك بطاري الجوائز والميداليات، خبرنا احمد عن الجوائز اللي حصلت عليها. انا في السنتين اللي فاتوا حصلت على ثاني الدوله، 2 فضه على مستوى الدوله، وحصلت على 3 ذهب في بطوله الشارقه الرابعه، 1 برونز، وحصلت على 2 ذهب في بطوله تطوير على مستوى الشارقه. ان شاء الله، يعني اتمنى ان شاء الله لك التوفيق في هذه الرياضه المميزه. خبرنا عن يمكن المشاركات الخارجيه، لو كانت لك مشاركات خارجيه، وكيف يعني تتعاملون انتم، يعني اكيد فريق السباحه في اعمار مختلفه، في اشخاص مختلفين، كيف تتعاملون وتطورون مهاراتكم مع السنين؟ هو كل سنه بيبقى ليها التحدي الجديد بتاعها، بحيث ان انا مثلا دلوقتي سني 11 سنه، فانا ارقام الدوله ليها ارقام معينه، بقيت 12 سنه 13 سنه الارقام كلها بتنزل، فهي فتره يعني السباحه لعبه منافسه جدا، لان انت لو فوتت تمرينه واحد تاني هيسبقك. فهي دي الفكره، لان كل سنه لازم الارقام بتاعتنا تنزل 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 لحد ما نوصل للمرحله بتاعت العمومي، تبقى هي ارقام الدوله، تفضلي تنزلي بقى لحد ما توصل للارقام العمومي، دي اخر ارقام في الدوله، نبدا ننزل تاني لحد ما نوصل الاولمبيات مثلا. حلو حلو. استاذ محمود، من خلال الصور اللي احنا نشوفها، يمكن كاشخاص مش متخصصين في هذا المجال يمكن نشوف حركات اللاعبين هي حركات عشوائيه، لكن اعتقد ان هناك حركات وطرق واساليب للسباحه، نتكلم عن هذه الاساليب وهذه الطرق. هو في حضرتك السباحه المتعارف عليها عالميا بتنقسم لاربع انواع من السباحات. السباحه الحره، سباحه الظهر، سباحه الصدر، وسباحة الفراشة. كل نوع من السباحات بينقسم لمهارات هي شبه ثابتة في كل، بس بتختلف طريقة أدائها، يعني بتتطلب كل سباحة حركة ضربات رجلين معينة، وحركة طف، وحركة ذراعين، وحركة التوافق بين أداء كل المهارات دي مع بعض. فكل السباحات بتنقسم لنفس المهارات بس بتختلف في طريقة أدائها. بس تكلمنا أستاذ عن المقاسات الخاصة بأحواض السباحة اللي يشاركون فيها في السباقات. المقاسات الأولمبية، هو حضرتك في الشورت كورس واللونج كورس اللي هو الطويل، يعني السباقات الطويلة، مسابح المجرى الطويل بيسموها، والمجرى القصير. المجرى الطويل بيبقى 50 طول المسبح 50 متر، والمجرى القصير بيبقى 25 متر. عرض الحارة في الاثنين هو نفسه 2.5 متر لكل حارة. المسبح الصغير بيبقى 6 حارات، المسبح الكبير الأولمبي بيبقى 10 حارات، بيبقى عرضه 25 متر، لأن 10 حارات في 2.5 يعني 25 متر. على كل بداية بيبقى فيه بلوك بنسميه المكعب البدء لكل حارة، بيرقم من 0 لـ9 لو هم 10 حارات. بيبقى ارتفاعه حوالي من 50 لـ75 سنتي عن سطح الحمام السباحة. بيبقى المربع بيبقى على شكل مربع، يعني البلوك الستارت بيبقى على شكل مربع 50 × 50 سنتي. بعدين بيبقى فيه جوه كل حارة بيبقى فيه خط بدايته حرف تي ونهايته حرف تي. لو حمام 50 متر بيبقى 46 متر، لو حمام 25 بيبقى 21 متر، وده علشان السباح يبقى يقدر يعني يحدد اتجاه مساره في حارته. درجة حرارة الماء بتتراوح ما بين 25 لـ28 درجة. بيبقى فيه بنسميه احنا حبل الظهر، حبل الدوران بتاع سباحة الظهر، بيبقى على بعد 5 متر من بداية المسبح من هنا أو من هنا، وبيبقى على ارتفاع حوالي 180 سنتي. بيبقى في حبل تاني على بعد 15 متر اسمه حبل البداية الخاطئة، ولو ان القانون اتغير في الموضوع ده. بس يعني ده اجمالا المسبح يعني الاولمبي بيبقى 50 10 حارات 50 متر طوله
و10 حارات وعرضه 25 متر وحاراته بتبدا من 0 ل9 من اليمين. لو انا بنظر للمسبح من عند البداية فبيبقى 0 1 2 لحد 9. أحمد تعطينا نصيحة أخيرة لهواة رياضة السباحة أو اللي حابين يدخلون ويمارسون السباحة كرياضة؟ يعني أنصح أي حد في إنه هو هاوي رياضة السباحة أو حابب يخش فيها، لازم تخش في رياضة السباحة، لازم تتعلم السباحة، لأن دي طبعا زي ما كابتن قال بتديك ثقة في نفسك كتير. كمان رياضة السباحة مش بس كهواة، رياضة السباحة في رياضة السباحة كعلاجية بيستخدموها الأطباء. يعني السباحة هتلجأ لها، لازم هتلجأ لها اذا كان امراض في الرئتين او امراض في خشونه المفاصل والكلام ده هتلجا للسباحه. بس يعطيك العافيه احمد، شكرا لكم وشاكرين لكم نحن تواجدكم معانا اليوم في استديو صباح الشارقه. شرفنا بوجودنا مع حضراتكم، وبس ليا كلمه اخيره بس احب اتوجه بالشكر ليكم طبعا لدعوتكم الكريمه. الله يسلمك، استضافتنا في برنامجكم، واحب اشكر اداره نادي الشارقه متمثلة في إدارة الألعاب الفردية المهندس سليمان الهاجري رئيس الإدارة، والرائد نصر عاشور والمسؤول اللعبة، وكابتن عادل مزني الجندي المجهول الإداري بتاع اللعبة. وشكرا جزيلا لكم على حسن الاستضافة. الله يسلمكم ويعافيكم. إذا مشاهدينا كل الشكر والتقدير مرة أخرى للأستاذ محمود أحمد عبد المنعم مدرب سباحة بنادي شارقة، واللاعب أحمد أيمن نيازي لاعب بفريق نادي شارقة فئة العموم على هذه المعلومات القيمة والمفيدة.